بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقات عن دبيب البريدات. النهاردة بقى يا جماعة عن اتعلم حاجة جديدة وهنديكم برنامج جديد، ازاي اغير شكل الماوس بتاعي الى شكل جمالي. يعني ايه؟ ازاي اخلي الماوس بتاعي مختلف عن اي ماوس تاني. النهاردة هنتعلم طريقة فعلية وحقيقية، وبرنامج اصلي كمان. هنغير شكل الماوس، هنخلي شكل الماوس يا جماعة لما اضغط يطلع نار، وكمان هضيف له اشياء من تحت منه، اشكال كتير جدا. هو برنامج يا جماعة حصري جدا، والله الصراحة البرنامج بتاع النهاردة ده ما يتعوضش، بيخلي شكل الماوس بتاعنا جميل. اول حاجة يا جماعة هنروح على موقع البرنامج، طبعا ده يا جماعة الرابط بتاع التحميل الخاص بالتحميل، وهتلاقيه فوق الفيديو. هتعمل عملية نسخ او تضغط عليه على طول، هتضغط مشاهدة المزيد فوق الفيديو هتلاقيه. بعدين هنخش على النت عندنا، وهنكتب الرابط في المنطقة دي، وهنتك ايه لصق، وبعدين هنضغط السهم ده عشان يوصلنا على مكان التحميل. هنضغط على هذه الايقونة، اضغط هنا للتنزيل عشان نحمل الايه البرنامج. طبعا يا جماعة البرنامج من رفعي، وبعدين هيظهر معانا نضغط على ايقونة التحميل البرنامج هيتحمل معانا. وطبعا البرنامج خفيف يا جماعة مش تقيل، يعني هيتحمل بسرعة معانا. طبعا يا جماعة انا محمله اصلا قبل كده اهوت، هو هيتحمل بالشكل ده، هيوصل عندنا بالشكل ده. بعدين هنفتح الايقونة بتاعت التحميل عشان نعرف التسطيب، لان التسطيب بعض الناس بتقف قدامه. بعدين هنتك على الايقونة دي او نعمل له استخراج لو احنا مش فاهمين. طبعا يا جماعة انا مش ستاوي، بس انا عملت طريقة التسطيب البدائية. بعدين هنظهر هنا الملف ده بينكتب فيه، وطبعا دي الكتابة بالمين، هنلاقي كلمة الايه السريالات يا جماعة، السريالات هنختار واحد من ده من هنا، وبعدين هناخد كوبي. طبعا هبنزل مع البرنامج جاهز جدا، وبعدين هنيجي وضعينها هنا ونقوم بتسطيب الايه البرنامج. طبعا ما انا مش هسطب البرنامج لانه موجود عندي. طبعا انا ملغي دلوقت كده، احنا عرفنا دي طريقة التسطيب، وعايز سطب معانا عادي تمام. بعد ما حملنا يا جماعة البرنامج هندور عليه في ستارت، هنلاقيه في المنطقة هنا، طبعا هيبقى ظاهر هنا في المنطقة دي، هندور عليه وهنجيبه. طبعا هو هنا، هنضغط على الايقونة الاولى، عايزه معانا بالشكل ده. هنختار من هنا يا جماعة اشكال الماوس اللي احنا عايزينها في كذا شكل، بس على شرط قبل ما اعمل حاجة لازم نشيل العلامة دي عشان البرنامج يظهر معانا. بعدها هنختار اشكال الماوس من هذه الايقونات، كل ايقونة بتحمل كذا نوع من اشكال الماوسات. زي ما انتوا شايفين انا عمال اغير في اشكال الماوس عندي لحد ما اختار الشكل المناسب. مثلا انا عجبني، طبعا البرنامج بيتحمل، مثلا انا عجبني الشكل ده، هنضغط عليه ونضغط هنا عشان نقارن عشان نشوف هيظهر ولا لا. طبعا اشتغل معايا هنا. بعد كده هنضيف له اشكال، هنضيف على الايقونه الثانيه دي، ايقونه يا جماعه الاشكال الجميله جدا. هنضغط مثلا على اول واحده وهنضغط على الايقونه دي، بس اهم حاجه نشيل العلامه اللي ايه هنا الاول. بعدين هنا نختار، مثلا نختار شكل النار، يعني لما اجي اضغط يطلع لي نار بالشكل اللي قدامكم ده، طبعا طلع نار. الشكل الثالث يا جماعه وهو الصوت، طبعا شكل صوت الماوس لما اجي اضغط. طبعا انا مش اشكال واصوات كتير. الشكل الثالث يا جماعه هنعمل هنا، وانا طبعا هنختار الثالثه عشان نضيف اشكال ايه فعليه تبقى خلفيه ورا بالشكل اللي انت هتشوفوه دلوقتي قدامكم. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا اشكال واشكال في منتهى الروعه والجمال، في اشكال كتير يعني مش شكل واحد بس، واصوات وايه زي ما احنا محتاجين بالاشكال اللي احنا عايزينها، وطبعا زي ما احنا ايه عايزين. ده برنامج حصري لتغيير شكل الماوس الى الشكل الاجمل، وكمان يا جماعه قريبا جدا عن عرفه شرح جميل جدا لتغيير اشكال الماوس كمان
اجمل اكتر من 3000 شكل للشكل الماوس غير الشكل ده. وفي كده ينتهي شرحنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم عندليب البري.